اهلا اهلا ابو القاسم. اهلا ابو علاء، كيفك؟ ايه يا ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناشي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس عليها النعمه ما دبيت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله. ماشي، شو قصة ابو علاء؟ ابو القاسم، نحن ما واجهنا اي اتهام لا له ولا حتى للجماعه، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع لانه كانوا بالسفاره وقت الانفجار. يا ابو علاء، استاذ ناجي عطا الله من اهم رجال البزنس بالوطن العربي كله، من المقاومه. يا ابو القاسم، الاوتيل ده مش بتاعنا. ايه اللي حصل؟ يا باشا احنا قاعدين، لا بينا ولا علينا، العيال دول دخلوا وجروا شكلنا، بس احنا عملنا معاهم الصح. اه يا باشا، كانوا سكرانين ومش في عيهم، ده معاهم بنت شكلها ضارب حاجه. عيال واطيه قوي يا باشا. بس ما تخافش يا كبير، كله في الامان. لك خربتوا بيتي، لك يخرب بيتك انت وياه وياه، لك خربتوا بيتي. الله يلعن الساعة، شفت وشك فيها انت وياه، لك الله يلعنكم عيوني. ايه يا ريمون، هنرجع لك كل حاجة واحسن كمان. عم تمزح حد؟ هذا وقت مزحك هلا؟ كيف بدي اصلح هاد كل اللي خربتوه؟ لك هذا بده آلاف الدولارات لحتى يصلح. خلاص والله ما انا مرجع لك كلمة. يلا. هو اسماعيل ياسين كان بيعمل ازاي؟ يلا. أبو حسين، اسمعني منيح، الجماعة لازم ما يناموا بالشام نهائياً. اليوم لازم يترك الشام. شوي صاروا بخطر، لا هن كانوا بالسفر الأمريكي وقت الانفجار، مدام كانوا هنيك تعرف وضع صار مقلق شوي. أنا رح أخبر الشباب لحد إجازة الفان. لا، أنا رح أطلعهم بنفسي.
السلام عليكم. ادي 300,000 دولار عشانك يا عم، انت راجل طيب وابن حلال. ناجي بيك؟ ايه؟ اعطيني ايدك لبوسه. ايه؟ اعطيني رجليك لبوسهم. لا كده هقف على رجلي واحده، مش معقول يعني. استاذ ناجي لو سمحت. انتوا لازم تسافروا مصر فورا. دلوقتي حالا؟ في طيران؟ ما تسأل، بس لازم تتركوا الشام ضروري. الشباب لازم يطلعوا الشنط على السيارة. انت مالي؟ صار في خطر على حياتها، لو بدها تسافر معاكم في محل بالسيارة. بدها طبعا، ما هو رح نسافر ونسيبها. عايز منا حاجة يا ريمون؟ الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا ناجي بيك. والله زعلان انك بغادر الاوتيل اليوم، خليك معنا كم يوم. خليني فين؟ بالاوتيل. هذا اوتيل اوتيلك يا استاذ. هو ده اوتيل؟ ده خراب. يلا ابو لاسم. يلا اولاد، يلا كمل يا جهزي نفسك. يلا فين؟ انت مش مسافره مصر واحنا كمان مسافرين مصر. ايوه بس انا مش حاجزه النهارده، انا طيارتي بكره. النهارده ما بكره ما يفرقش، وبعدين ابو القاسم موظف كل حاجه، وهتقعد هنا فين؟ هو في حاجه؟ يلا. ناجي بيك انا اسف ازعاجك، بس فاتوره باثنين شاي بالنعناع ما اندفعت لسه. اثنين شاي بالنعناع؟ انت انتن واحد في الدنيا. معك فك ابو القاسم. خلص يا استاذ ريمون، الحساب عندي. طول عمرك اهل الكرم يا ابو القاسم. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين يا باشا. نستنى كاميليا ونمشي على طول. شاي بالنعناع. الشباب نايمين مساكين، كان صلى شهر ما نام. أعلى حاجة النوم يا أبو القاسم. أستاذ ناجي يعني إذا حابب تنام نام، ما تأكل همي، حط راسك ونام، ريح حالك. تعرف يا ناجي، أنا بحمد ربنا إنه بعتك ليا في الوقت المناسب. أنا شايف كده إن فترة الخطوبة طويلة قوي يعني. قصدك ايه يعني؟ قصدي أول ما نروح مصر نتجوز على طول. وأنت ساكن فين؟ أنا ما عنديش شقة، بس أنت تشاوري أجيب لك أحلى فيلا في مصر نعيش فيها. أي مكان هنكون فيه مع بعض بالنسبة لي هيبقى أجمل مكان في الدنيا. أيها السادة، خبر عاجل. تعلن جماعة جند الشام مسؤوليتها عن انفجار الضبعة أمام السفارة الأمريكية. هف! إيه يا أبو القاسم؟ هف عليهم! إيه خضيت؟ هذا مخزي يا أستاذ ناجي. طلعوا جند الشام هن اللي ضربوا السفارة الأمريكية بالقنبلة. برافو، الله وفقهم. الحمد لله ربنا ما وفقهمش قوي، دول كانوا هيضيعونا. جميل، مش على آخر.